حس على دم اللي مخليه فينك ورد على تليفونك بس بلاش كده من الصبح. معلش انا اسف. وانا بقول لك كده عشان تقول لي معلش انا اسف. خش خش انا عندي ليك مفاجاه. انما ايه؟ لوز 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 ايه؟ دي ملبن باللوز. مين دي؟ شفت المفاجأة الحلوة؟ هبقى أنا هنا ساعتين ومش عاوز تبعت لك مسج ولا مخليانا احنا نبعت لك مسج عشان قال ايه تعملها لك مفاجأة؟ في مفاجأة أحلى من كده يا ولد؟ تعال اقعد مع بنت عمك عشان تحكي لك الحكاية. تحكي لي يا ماما. حكاية جوازها من الصايع الضايع اللي كان هنا. اسكت. مش طلعت عاوزة تتطلق؟ تتطلق؟ تتطلق ولا ما تتطلقش يعني حاجة ما تخصنيش. معلش يا مريم كان نفسي اقعد معاكي بس انت عارفة انا بيبقى عندي شغل بدري. معلش بعد اذنكم صباح على خير. انت رايح في ايه؟ رايح فين انت؟ انت سيبنا وماشي؟ مجنون انت؟ ممكن تسيبني في حالي؟ لا مش هسيبك في حالك. ما تنشفش دماغك. خش اقعد مع بنت عمك. ايوه تعال اقعد مع بنت عمك. بنت عمي دي في عصمه راجل تاني مش كده ولا ايه يا مدام مريم؟ وفي ايه يعني؟ وانا بقول خش اغتصبها. قال انت الله البنت اتجوزته في لحظه ضعف. ايوه ودلوقتي ندمانه. مش انت يا حبيبتي ندمانه؟ اه شفت انت ندمانه. نسيبها احنا بقى ونطنش ولا نقف جنبها ونساعدها؟ وخصوصا انها ملهاش حد في الدنيا غيرنا يا واد انت. ما انت عارف اختها ما بتدورش الا على مصلحتها وبس. بنتي مش هتقعد معاكوا اكتر من كده. بنتي هاخدها بالذوق او بالعافيه. لا انا هاخدها بالمحكمه. محكمه قايل هبل هو. جمال أمك ما بتردش. أوخ لو تسيبني أرد عليها وديناها في جنبها. تبقى عبيطة. إحنا لو ردينا هنفتح باب للمناقشة وأنا قفلت الموضوع ده خالص. والنبي إيه؟ فاكرني هبلة ولا عبيطة يا حازم؟ ولا أرطل فيل على باب الشقة بره؟ والرسالة يا خان اللي انت لسه بعتها لها من دقيقة ايه؟ الرسالة ما فيهاش خلات وحاجب مش زي الكلام. وانت يعني فاكر انك لما ما تردش هي هتسكت؟ هتعمل ايه يعني؟ هتقضى علينا زي القضى المستعجل. ده مش هيغير حاجة في اللي انا ناوي اعمله. اللي ناوي تعمله من غيري من غير ما ترجع لي. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده مليون مرة؟ وانت من يوم ما اتجوزنا وانت عارفة ان انا عندي بنت وهتيجي تعيش معانا هنا. يا حبيبي ده بعت سند الحضانة مش دلوقتي. اما تبقى عروسة حلوة كده هو انت عارف تخدم نفسها. ما تنساش ان انت بنتك عيانة ومحتاجة رعاية. وانا بصراحه مش فاضيه لها. ابقى اجيب لها شغاله. عادي بسهوله تجيب لها شغاله. وانا اللي خدمك طول عمري وشقيانه في شغل البيت عمرك ما فكرت تجيب لي شغاله. جرايه يا وسام انت بتقولي شكل البيع. لا يا حازم مش انا انت اللي بتقول. جرايه يا حازم ما كنا ماشيين كويس كل حاجه بالاتفاق. ايه اللي شقلب كيانك ودخل في دماغك ان بنتك تيجي تعيش معانا؟ يعني انت مش عارفه ليه؟ لا عارفه ليه. عشان الواد الصايع اللي انت لقيته مع اختها الخرصه. بس ده ما طلعش غريب طلع جوز اختها. يبقى فين المشكله؟ أنا أقول لك فين المشكلة. المشكلة يا حبيبي في الكلام اللي الواد ده قاله لك على أختها، صح ولا أنا غلطانة؟ بقول لك إيه؟ ما تخش تنام أحسن. عليا النعمة ولا موعد أختها؟
ان انت النار قادت جواك ولعت جواك اما سمعت اسم نديم وجريت على المحامي عايز تعمل موضوع القضيه والحضانه وتاخد البنت. ليه ده كله ورقه ضغط يعني مش اكتر؟ يا عيني على الافتكاسات يا حبيب. ده انا خبزاك وعجناك وفاهمه اللي جواك. انت عايزها ما تتجوزش تفضل قدامك كده اهو على امل. لا امل ولا عمر وبطلي فتي بقى. انا بفتي؟ طب اثبت لي حازم ازاي. اصرف نظر عن القضيه وسيبها تتجوز. مستحيل مستحيل اسيب بنت تعيش مع ام مش فاضيه لها وخاله مستهتر. انا كل ده ما يهمنيش يا مريم. انك ندمانه ان طلع عيل وسخ انك عايزه تطلقي كل ده ما يهمنيش. انا اللي فارق معايا حاجه تانية خالص. انت ما قلتليش ليه ليه الكلام ده ما قلتيهوليش من الاول. انا ما قلتلكش حبيني. انتي معاكي حق. انتي ما قلتليش حبيني ولا قلتلي تعلق بيا بس سبتي يعني مجال ده. يا اما انا بقى كان بيتهيألي حاجات. ناديه ناديه بقول لك ايه ما تطلعي بالعصير بسرعه عشان دماغي ابنك تلين شويه. اصبر اصبر الشغلانه دي كبيره قوي محتاجه حد بيفهم في السفلي. يا نهار اسود وبنعين يا ناديه عليكي. هتعملي لابنك عمل سفلي؟ مش هو هو انا يا عمي اقذي ابني؟ معقوله؟ لا انا هعملها للواد الملزق اللي هي على ذمته عشان لما يشوفها يشوفها قرد. حلو. وبدل ما يجيلك عشان تصالحها عليه لا هيصعف على بطنه ويجي يقول لك من فضلك طلقني منه. انا بيجيني انا ليه يا اختي؟ ما يروح يطلقها منه لنفسه. انا مالي؟ هيحصل هيحصل وحياتك انت هيحصل. طيب وابنك هو اللي هيتجوزها بس انا مش بلع ان هو يتجوز واحده متطلقه. يا ستي نعوضها له في تاني واحده ولا في تالت واحده ولا في تاسع واحده. انا هجوزه كل شهر واحده بس هتلاقي مع القرشين واخلص. طب بقول لك ايه؟ نعم. بلاش تمايم مع اختها. اه وريها الوش الخشب. اه وبلاش الكلمتين اللي كل مره بتقولهم لها. لو ان ده مش هيجيب نتيجه. بقول لك انا ايه؟ اه اختها دي بقى مش هينفع معاها لا وش خشب ولا وش جلد ولا وش جبس. دي مش هتتهت الا بحكم وقريب قوي قوي هتتنتش الحب اللي هو كده. انتي هتمشي من غير ما نتكلم؟ صحيح، ايه الموضوع اللي كنت عايزاني فيه؟ انا ما قلتلكيش حاجة. ها؟ شايفاني عيلة وهسيحلك. رامي عمل ايه؟ انتي عرفتي زينه رامي؟ ما انتي قرشة ملحته بقالك كام يوم. قرشة؟ ملك، انتي متأكدة ان انتي كنتي في امريكا؟ خلاص يا نهى عايزة اروح لبنتي. طب اسمعي، انا سمعته وهو بيكلم اميره في التليفون وعمال يتودود معاها في حاجه انا مش فاهماها بس سمعته في الاخر وهو بيقول لها انا هخلص مع فادي وقفل من هنا راح واخد فادي وهاتك يا وتودا. طب ما تساليه. ما هو مرضيش يقول لي.
اساله انا. يا نهار السنيل حطي عيني. مالك في ايه خايفه منه كده؟ لا مش مساله خوف بس يعني. انت ايه حكايتك بالظبط؟ قلب عليه بقالك كام يوم. طب ما انت كمان قلب عليه. انا ليا اسبابي. وانا كمان ليا اسبابي. ايه اللي هي؟ ما تكلمي يا نهى بلاش تمسكي العصايه من النص. وبعدين انا ما بحبش اسلوب اضرب ولاقي اللي عملتيه في العزا. اصل رامي هاريني مسجات. وبعدين اصل رامي لويل ليكي قوي يا ملك. هاتي من الاخر قولي فيه. من الاخر؟ رامي عايزك. نعم. عايزني ازاي ان شاء الله؟ لا مش كده خالص يعني. رامي عايز يسيطر عليكي. يا راجل. ايوه. وعايز لو حصل اي حاجه او تتم في الايجنسي تبقى بمعرفته. ومنى عينه انه يبقى اقرب بني ادم ليكي. ومش عايز انك تتحركي الا بمعرفته. ومفروض ان انا اللي بساعده في كده. ليه بقى؟ ماسك عليكي زله ولا عينك مني؟ اه افتكرت. انت مالكيش في الرجاله. لا دي اشاعات. يبقى بتنصصوا مع بعض. ولا ده. امال بتساعديه ليه؟ نهار اسود منيل وطي صوتك لحسن يسمعنا. الله انت ليه خايفه منه قوي كده؟ لا عادي يعني صحاب من زمان وكده. والله اه صحيح بس صحاب دي مبرر هايل انك تخافي منه وتقولي له على كل حاجه زي ما جريتي وقلتي له على موضوع الايميل اللي اتبعت لنديم. انا مش هكذب عليك يا ملك انا اللي فعلا قلت له. هو انا ممكن ما اقولكيش على السبب ده دلوقتي؟ قوي قوي براحتك. بس انا على فكره ما بحبش اسمع وسط الكلام بس. يا تقول الحاجه كلها يا بلاش من اصل. ما تقوليش تقولي لي عايزاكي ضروري. سلام.